حبيبي بجوف الليل مشتاق آضت شجوني ويمش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي الكرام، في هذا الفيديو إن شاء الله غنتكلم لكم فيه على واحد القصة اللي من أجمل القصص اللي تكلم لنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، اللي لما الموت يذبح مثل شي كبش كبير بين الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا هكذا، ويقال يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم. يعني عمر شي واحد ما يخرج من النار ويمشي للجنة، يعني اللي في الجنة خالدين فيها واللي في النار خالدين فيها. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. فمن بعد ما يذبح الموت ككبش يخرج آخر رجل من النار. تخيلوا معايا أخواتي لهذا الرجل أشنو قال قبل ما يخرج من النار. قال ربي أخرجني منها، لقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. يعني من شاوى الحريق ديالها كيطلب الله يخرجوا منها. فقال له الله سبحانه وتعالى عبدي، لئن أخرجتك منها تعاهدني ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ قال لي وعزتك أعاهدك، يعني عاهد الله. فتخيلوا معايا أخواتي هذا الرجل من اللي كان كيمر من على الصراط ما غمضش عينيه، حيث إلا غمض عينيه غيطيح في النار، وما شربش ولا شربة ديال الماء، وما كلاش ولا لقمة، والظل ما شافوش، والشمس محرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس يوم القيامة كمقدار ميل. فقال بعض المفسرين هذا الميل ما عرفناهش واش المقصود به ميل اكتحال العين، يعني الإنسان من اللي كيرمش عينيه، أو المقصود بالميل مسافة الأرض، يعني الأرض بعيدة من الشمس بكيلو أو ثلث. تخيلوا معايا أحبابي، نقولوا إحنا الشمس بعيدة من الأرض بأربعة كيلو بخمسة كيلو قاع، وإحنا أحبابي الشمس بعيدة منا بثلاثة وتسعين ألف مليون ميل، وكنموتوا من الحرارة ديالها. فتخيلوا أحبابي مع هاد الحرارة ديال هاد الشمس، وهاد الرجل ما واكلش وما شاربش ولا نقطة ديال الماء. فمن اللي عاهد الله أخرج التفت إلى النار وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحد من العالمين. يعني هذا الرجل بمجرد ما خرج من النار حس بأن الله أعطاه شي حاجة ما أعطاه حتى شي حد من قبله، وفعلا صدق في هذا الرجل، لأن النار أخواتي ما كانت منها حتى شي حد. ومن بعد ما شاف واحد الشجرة تحت منها الماء، وانتم عارفين أخواتي الحلم ديال أصحاب جهنم هو الماء، قال الله في كتابه الكريم أن أفيض علينا من الماء، يعني الأكل ديالهم والشرب ديالهم الغسلين، وغيموتوا من العطش باغين غير شوية ديال الماء. وقال الله تعالى وسقوا ماء فقطع أمعاءهم. الله ينجينا وينجيكم منها. فمن اللي شاف ديك الشجرة وحدها الماء قال ربي قربني من هذه الشجرة نشرب من الماء ديالها ونتضلل بالظل ديالها. فقال له الله ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يعني قال لي الله واش ما عاهدتينيش بالله ما غتسولني على حتى شي حاجة؟ وهنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. يعني الله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد، عارف الإنسان ضعيف ما يصبرش. فقال له الله واش إلى قربتك لهذه الشجرة تعاهدني ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ قال لي وعزتك غير قربني منها. فمن اللي قربوا منها بانت لي شجرة أحسن منها من الأولى. فقال ربي قربني من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها. قال لي الله ما أغدرك يا ابن آدم، واش ما عاهدتينيش ما تسولني على حتى شي حاجة بعدها؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فقال لي واش إلى قربتك منها ما تسولني على حتى شي حاجة بعدها؟ قال لي آه وعزتك كنعاهدك. فقرب الله من هاد الشجرة الثانية
فملي جلس حدا الشجرة الثانية تفتحت أبواب الجنة، فشاف أصحاب الجنة كيضحكوا وهو جالس بوحده، فما قدرش يصبر، غلبه ما يجد كل ما، وعرف راسه بأنه كل مرة كيقول الله سبحانه وتعالى وعزتك كان عهدك وكيخلف العهد، فما قدرش يصبر، فغلبه ما يجد، فقال ربي أدخلني الجنة. فقال له الله ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تعاهدني؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فقال له الله أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. فالرجل قال مثل الدنيا، فأخواتي الرجل ما صدقش، قال عرفت أشنو قال الله سبحانه وتعالى؟ قال لي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسول الصحابة، قال لي واش عرفتوني علاش ضحكت؟ قالوا لي الصحابة لا يا رسول الله. قال لهم من ضحك رب العز، من اللي قال لي ذاك الرجل أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فقال لي فضحك الله وقال لي أما إني لا أستهزئ بك ولا ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثالها، يعني 10 أمثال الدنيا. سبحان الله، هذا آخر واحد، آخر رجل غيخرج من النار ويدخل الجنة غيعطيه الله منزلة ديال 10 أمثال الدنيا. سبحان الله، يا ربي نكونوا من أهل الجنة، يا ربي ما تحرم حتى شي مسلم أو مسلمة من الدخول إلى الجنة. وفي هذا في آخر فيديو أخواتي بغيتكم تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة، وإلى اللقاء إلى الفيديو المقبل إن شاء الله، مع السلامة.